رمضان صبحي يوضح إمكانية انتقاله إلى الزمالك ويصرح لم أطلب العودة للأهلي. تصريحات رمضان صبحي عن واقعة الفلوس من جمهور الأهلي ما شفتهاش. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. رمضان صبحي يوضح إمكانية انتقالي إلى الزمالك ويصرح لم أطلب العودة للأهلي. كشف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز حقيقة تواصله مع النادي الأهلي بشأن العودة إلى صفوف الفريق الكروية، وتحدث عن إمكانية انضمامه إلى الزمالك. وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية إم بي سي مصر أنا لاعب في نادي بيراميدز وسعيد بذلك، كما أنه لا يحق لي الحديث عن العودة للأهلي وأسمع هذا الكلام لأول مرة. وأضاف من يقول أن رمضان صبحي يريد العودة للأهلي، أقول له أنت تكذب من داخلك لكي تحدث ضجة، ولم أندم على قراري. وأردف رحيلي عن الأهلي ليس بسبب الأموال، البعض يقول أن رمضان باع تاريخه، ولكنني لم أصنع تاريخا حتى الآن، لأن هناك أساطير مروا على الأهلي. واستكمل الزمالك نادي كبير وأحترمه، ولكن الناس تربط وجود أزمات بيني وبين الأهلي لتشير إلى اقترابي لصفوف القلعة البيضاء، لكن كل ما يتردد غير صحيح. أنا لا أكذب لأن من يريد أن يصدق شيء سيصدقه. وعن تصريحات إكرام الشحات بأنه سيذبح حال انتقاله للزمالك، إكرام يحبه واحترمه، ولكن كل قراراتي أتخذها من نفسي. هو كان يقول ذلك بمزاح، ولو أخذت قرارا من نفسي لن يكون كابتن إكرام طرفا. واستكمل سأشجع الأهلي أو الزمالك إذا واجه أي فريق إفريقي، لكن إذا صدم ببعضهم البعض في الدوري سأنظر إلى مصلحة فريقي، ليس لي علاقة بالفريقين، ومصلحة فريقي أولا. واختتم قبل احتراف كرة القدم كنت أشجع الأهلي، ووالدي كان أهلاوي وهو من حببني فيه. تصريحات رمضان صبحي عن واقعة الفلوس من جمهور الأهلي ما شفتهاش. عقب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على واقعة رفع جماهير الأهلي الأموال في وجهه خلال مواجهة الفريقين في الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة. وقال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية كنت مركز فقط في الملعب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز ولم أشاهد تلك الواقعة. وأضاف لم أشاهد الفيديو بعد المباراة، ولكن الجميع بلغوني بالواقعة وأخذت الأمور بنوع من الفكاهة والدعابة. مضيفا جماهير الزمالك لا تكرهني وأعي ذلك تماما. وأوضح تمنيت التواجد في صفوف منتخب مصر أمام السنغال، ولكن الإصابة منعتني من ذلك. لو كان باستطاعات اللعب لو كنت موجودا مع المنتخب، ولكنني لم أكن سليما بنسبة 100%. وتابع لا أحزن عندما أغيب عن منتخب مصر، أحاول تقديم أفضل ما لدي للتواجد دائما، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة لولا الإصابة. اعتراف مثير من رمضان صبحي حول اهتمام الزمالك وبيراميدز. اعترف رمضان صبحي جناح النادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي باهتمام الثنائي الزمالك وبيراميدز بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وذكر التقرير الصحفي المصري اليوم أن رمضان صبحي أبلغ مسؤول النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بوجود مفاوضات من الزمالك وبيراميدز للتعاقد معه عن طريق بعض وكلاء اللاعبين، ولكنه لن يلعب في مصر إلا للقلعة الحمراء. وتابعت التقارير أن رمضان صبحي أخطر مسؤول النادي الأهلي بعدم لعبه في مصر إلا للشياطين الحمر حال تعثر مفاوضات ضمن من هيدرسفيلد. وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الأهلي ما زالت تتفاوض مع نظيرتها في هيدرسفيلد الإنجليزي حول ضم رمضان صبحي، لكن الأخير يبالغ في طلباته المادية. وأوضحت التقارير أن النادي الأهلي لن يستسلم في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، لكنه ما زال يتبقى الكثير قبل نهاية الموسم الجاري. وبحسب عدة تقارير صحفية مصرية فإن هيدرسفيلد يرغب في بيع رمضان صبحي مقابل 7 ملايين جنيه استرليني هذا الصيف، لكن عرض النادي الأهلي لم يتجاوز 3 ملايين استرليني. رمضان صبحي هل يكون بطل مفاجأة الزمالك المدوية؟ مفاجأة مدوية وعد بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء قبل أيام، لكنه أجل الكشف عن طبيعة هذه المفاجأة إلى مساء اليوم الخميس. وعلى مدار الأيام الأربعة التي فصلت بين أعلام مرتضى منصور عن المفاجأة التي وصفها بالمدوية وبين كشف طبيعتها، لم تتوقف التكهنات والتوقعات حول تفاصيل المفاجأة المنتظرة. والملاحظ أن جميع التوقعات ذهبت باتجاه ربط هذه المفاجأة بحصول نادي الزمالك على توقيع
لاعب جديد، في حين رجحت أصوات كثيرة أن يكون اللاعب الجديد هو أحد نجوم النادي الأهلي. الساعات الماضية شهدت أحاديث مفادها أن مفاجأة الزمالك تتمثل في التعاقد مع رمضان صبحي الجناح الأيسر لفريق النادي الأهلي والمعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي. واستند أصحاب الرأي القائل بأن رمضان صبحي هو بطل مفاجأة الزمالك إلى كون اللاعب متاحا للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم تواصل الأهلي حتى الآن لاتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي يحصل بموجبه على خدمات اللاعب الشاب بشكل نهائي. وفي مناسبة سابقة تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موافقة رمضان صبحي على الانتقال لصفوف نادي الزمالك، مؤكدا أن اللاعب تربطه علاقة جيدة بنجليه أمير وأحمد. كذلك أثار أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بالزمالك بعض الجدل في فترة سابقة بعدما أعلن خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية أن رمضان صبحي لاعب قد يمثل إضافة لفريقه، قائلا أنه من الوارد أن يحاول ضمه من خلال التفاوض مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي الذي يملك عقد اللاعب. لكن الحديث عن احتمالية أن يكون رمضان صبحي هو بطل المفاجأة المنتظرة لرئيس نادي الزمالك تقف في طريقه عوامل أخرى أهمها تأكد اللاعب نفسه أنه لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلي. وبشكل واضح وصريح قطع رمضان صبحي قبل فترة الطريق أمام الفرق المحلية التي قد تفكر يوما في الحصول على خدماته، وتحديدا فريقي الزمالك وبيراميدز والذين ارتبط اسمهما بمحاولة ضم رمضان صبحي في الميركاتو الصيف المقبل. وفي تصريحات تلفزيونية سابقة أعلن رمضان صبحي ولاءه المطلق للنادي الأهلي مؤكدا أنه لن يرتدي قميص في مصر سوى فريق القلعة الحمراء. ونفى رمضان صبحي أن يكون مسؤولو نادي الزمالك قد دخلوا في مفاوضات معه بالفترة الأخيرة، قائلا إن مسؤولي القلعة البيضاء يدركون جيدا استحالة موافقته على اللعب للفريق الأبيض كونه أحد أبناء النادي الأهلي. كذلك نفى رمضان تلقيه أي عرض رسمي من نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة. لم يحصد أي صوت صلاح خارج قائمة أفضل 15 لاعبا في البريمير ليج. توج الإنجليزي جوردن هندرسون قائد فريق ليفربول بجائزة لاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، ولكن كان هناك 14 نجما آخر في الدوري الإنجليزي حصلوا على تصويت من الصحفيين في البلاد. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل سيعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.